اهلا بيكم مع فيلم جديد. فيلمنا اكشن خيالي مثير للجدل، كل لحظه مهمه خلي بالك. فيلمنا بيبدا في مكان في وسط كوريا، كان في حريق في مبنى كبير. ده راجل مطافي اسمه هونج بيحاول يطلع المبنى عشان ينقذ الناس، لكن لسوء الحظ الحبل اللي متعلق بيه ولع بسبب النار، وده خلاه يقع وقعه جامده على الارض من غير ما يكون في اي حاجه تحميه. شاف شريط حياته كله قدامه، بس مره واحده قام تاني، جري على البنت اللي كان بيحاول ينقذها عشان يطمن عليها. بس المفاجأة انه عمال يكلم البنت واهلها، لكن لا حد شايفه ولا سمعه. فجأة سمع صوت بينادي عليه باسمه من بعيد، شاف اتنين لابسين رسمي وبيبتسموا، دول بقى ماك وشون، وصيين هيساعدوه خلال مراحل المحاكمات، وطبعا محدش شايفهم غيره. هونج بيحاول يشاور لهم انهم يبعدوا عن النار، لكن هنا اتفاجئ ان اصحابه والناس ملفوفين حواليه وهو مرمي على الارض. شون بتقرب منه وبتقول له دي جثتك وانت حاليا ميت، ويلا يا حبيبي تعالى معانا عشان وقت الحساب جه واحنا هنا عشان نساعدك في مراحل المحاكمات السبعه. وماك بيقول له انجز عشان الريس مستنينا ولازم نروح له حالا. هونج مش مستوعب الكلام اللي بيسمعه ورجع لورا من الصدمه، وهو بيبص على اصحابه وهم زعلانين على موته. وقتها زعل جدا انه مات من غير ما يشوف امه، تقريبا مزعلها. وبعدها بدا جسمه يختفي في الهواء ويتسحب ناحيه مدخل كبير، وبيصرخ انه لازم يشوف امه. الوصيين متاثرين جدا لانه حتى بعد موته مهتم انه يشوف امه. وصلوا المكان مع الاف الناس من اماكن مختلفه متجهين لبوابات الحكم. هونج بيقابل الزعيم الواصي عليه واسمه ريم، اللي ساعد قبل كده عدد كبير من الارواح في مراحل الحساب. راح ريم ناحيه هونج وبيهنيه انه شخص كويس، بس هونج ما ادالوش اهتمام من كتر الصدمه وسابه ومشي. وصلوا لبوابات الحكم، وبعدها اول مرحله فجاه راحوا مكان مرعب مليان نار وبركان اسمه جبل القتل. ريم اتصدم وبيقول لهونج ايه ده، انت قتلت حد في حياتك قبل كده؟ قال له لا عمري ما قتلت حد. ريم بيقول له خلي بالك انت راجل مطافي، ولو حد مات بسبب تأثيرك في شغلك بيتحكم عليك، وده ممكن يكون سبب وجودك هنا. وصل هونج المكان فيه بوابات كبيرة على الارض بتتفتح وجواها حفرة كبيرة مليانة بالنار، وشاف الناس اللي اتعاقبوا وكانوا بيحاولوا يخرجوا لكن مش عارفين وبيتحرقوا في بحر النار. هنا الحكام اتهموا هونج بانه قصر في حق حد من اصحابه في الشغل وما نقذوش وسابه يموت، وبسبب كده عقابه هيكون انه يفضل جوا حفرة النار لمدة 5 سنين، تكفير عن خطيئة عدم انقاذ صاحبه. ريم هنا بيدافع عنه وبيطلب من الحكام فحص دقيق لليوم ده واللي حصل فيه خلى صاحبه يموت. فعلا الحكام راجعوا الموقف وظهروا انه حاول ينقذ صاحبه، بس ما قدرش يحرك الحجر اللي كان محوط صاحبه. وقتها صاحبه طلب منه انه يسيبه ويروح ينقذ الناس، ولما هونج عمل كده فعلا قدر ينقذ 8 اشخاص من الحريق. ريم بيقول لهم ان اللي عمله هونج ده عمل بطولي ولازم تاخدوه في الاعتبار. حاكم النار هنا لما شاف بطوله هونج ومساعدته للناس حكم عليه بالبراءه وسمح له يتنقل للمحاكمه اللي بعدها. هونج سرحان مع نفسه وعايز يعرف ليه الوصيين بيساعدوه. قالوا له ان هم عاملين اتفاق مع ملك الجحيم واسمه يمرا، ان هم لو قدروا يساعدوا عدد كبير من الارواح الميته انهم يعدوا مراحل الحكم بسلام هيخليهم يرجعوا للحياه التانيه. وصلوا المحكمه اسمها اندلونز، الناس الكسوله في حياتها ومش بتشتغل ولا بتعمل خير. وهنا شرحت شون كل حاجه عملها هونج وانه طول حياته بيساعد الناس مهما كان السبب. بتوضح لهم وبتقول لهم بغض النظر انه ضرب خليه نحل وده كان سبب اذى لاصحابه واتلسعوا جامد من النحل، بس غصب عنه حاول يساعدهم. وعمل حاجه تانية كمان، وهي انه كان عايز ينقذ قطه من طرف المبنى، وده كان سبب في انه كسر العربيه اللامبورجيني يعني غصب عنه، وده خلى القاضيه تحكم عليه بالبراءه لانه ضحى بحياته عشان ينقذ القطه. سالته القاضيه انت كنت عايش حياتك ليه؟ رد وقال لها عشان الفلوس. بعد القاضيه ما سمعت كده اتصدمت ورجعت في حكمها وحكمت عليه بالعقوبه. بعدها شاف الات ضخمه جدا بتهاجم الناس المذنبين بالكسل وتاكل عظمهم وترميهم للسمك. بيحاول الوصيين بكل جهدهم مساعده هونج، وبيترجوا القاضيه انها تدقق في حياه هونج، وبيقولوا لها انه بيتعب وبيشتغل كتير جدا وما كانش بيهتم بصحته من اجل الفلوس عشان يساعد امه التعبانه واخوه اللي عايز يدخل الجامعه مش بسبب الانانيه. بعد ما القاضيه عرفت الحقيقه واتاثرت بيها شافت انه مش مذنب وحكمت عليه بالبراءه. كده عدى المرحله دي كمان بخير وسلام. بعدها ركبوا القارب اللي هياخدهم على المرحله الثالثه، اتفاجئوا بمخلوقات غريبه بتهاجمهم، طلعوا اسلحتهم عشان يهاجموا المخلوقات دي وقدروا على عدد كبير منهم، لكن قائد المركب وقع من على المركب بس كان ماسك فيها، وماك بيحاول الدفاع عن المركب لوحده عشان يقدر ينقذ رئيسه. وفي اخر لحظه ماك ضرب عمود عشان يوقع الصخور على الوحوش وقدروا يهربوا من المخلوقات. ماك بيقول لهم اللي حصل ده لا يمكن يحصل الا بسبب ان في حد من عيلته مات وبقى روح انتقاميه. بعدها قرر ريم يروح لعيله هونج عشان يعرف اللي حصل. راح البيت وشاف ان ام هونج عايشه واللي مات هو اخوه واسمه سو. بيشوف الروح الشريره لسو وبتحاول تهرب من ريم، وريم بيروح وراها ويطاردها وبيحاول يوقف الروح بسلاحه، بس الروح قدرت على تفادي الضربات وبتهرب منه. وريم اتضايق جدا ان الروح هربت قبل ما يعرف منها الحقيقه. ريم مصمم يعرف السبب، فبيروح للقاعده العسكريه اللي كان بيخدم فيها سو، وهنا سمع الجنود بتتكلم عن سو اخو هونج انه هرب من الجيش، بس في حاجه مش مفهومه بالنسبه له.
تقمص ريم في شخصية عقيد في الجيش عشان يعرف يسأل قائد الوحدة عن سو، واتهمه بقتل الجندي سو. والمثير أكتر إن القائد بدأ يهاجم ريم بدافع الخوف، وهنا ريم اتأكد إن القائد ده مسؤول عن وفاة سو أخو هونج. في الناحية التانية بيتم استجواب هونج من قاضي الخداع والكذب، واتهموا انه كتب خطابات بالكذب لبنت صاحبه اللي مات في حادثه الحريق وكذب عليها وعمل انه والدها. بيؤمر الحاكم فورا بربط هونج وعقابه بقطع لسانه، لكن لحسن الحظ ان الواصي ريم يقدر يتواصل معاهم عن بعد بالروح والفكر وبيدافع عن افعال هونج. واتضح انه كتب رسائل كذب لوالدته عن جمال حياته وفلوسه الكتير عشان يطمنها يعني ويفرح قلبها، وبيقول لهم اكيد كل دي محاولات منه نيتها سليمه انه يفرح الاشخاص اللي بيهتم بيهم ويديهم الامل وسبب للحياه. لما بيشوفوا هنا ان هونج عمل كل ده عشان يدي الناس امل في الحياه، بتغفر الحاكمه اعماله لان نواياه ما كانتش مؤذيه. بعد المحاكمه ريم صعب عليه هونج وكذب عليه وبيقول له ان اهله بخير، لكن في نفس الوقت بيقول للفريق الحقيقه بخصوص اخو هونج. ورجع ريم بالوقت لورا عشان يشوف ايه اللي حصل ليوم موت سو، وعرف ان صاحبه واسمه دونج ضرب عليه نار بالغلط وهو بيظبط زرار الامان للسلاح، وبعدها جري على قائد الوحده وعرفه. لكن للاسف بدل ما ينقذوا الشاب قرروا انهم يدفنوه ويخفوا كل الادله عشان القائد كان على وشك الترقية ومش عايز قلق. بيبص ريم على الشاب في حسرة انهم بيدفنوا الشاب وهو لسه حي. وفي نفس الوقت وصل هونج لجحيم الظلم وبيشوف ناس متجمدة من سنين كتير، الناس دي بتدفع تمن جرائمهم انهم ما كانوش بيساعدوا الناس، والحسن حظ هونج وبسبب طبيعته وطبيعة شغله كرجل مطافي وبيساعد كل الناس، فمش هيتحاكم هنا وعدى من المرحلة دي بسلام. وبيروح على المرحلة اللي بعدها وهم في التلفريك، البنت بتقوله ان الاوصياء كلهم تم محو ذكرياتهم ما عدا قائد الفريق ريم. ماك بيمنع البنت انها تقول اسرار الفريق، لكن وقع بالكلام وهونج عرف ان اخوه سو هو الروح الانتقاميه. اول ما هونج عرف كده نفسه وروحه الغضبانه هزت المكان كله لدرجه ان التلفريك اتكسر والوصيين على وشك انهم يقعوا. هونج جمع نفسه بسرعه في اللحظه الاخيره ومد لهم ايده للمساعده. بيوصلوا هنا لجحيم الخيانه واللي بتحكمه قاضيه مظبطه نفسها، بتحاكم الناس اللي خانوا حبايبهم عن طريق حبسهم ومحوطتهم بالمرايا عشان يشوفوا نفسهم كويس. ولحسن الحظ كان هونج شخص محترم في حياته وما خانش اي حد، وده طبعا خلاه يعدي بامان من المحاكمه دي. وفي نفس الوقت قدر ريم يعرف مكان الروح الانتقاميه، روح سو، وكانت موجوده في ديسكو. الروح بتحاول تقتل واحد من اللي كانوا السبب في موته ودفنه وهو عايش. هاجم ريم بسرعه الروح وفضلوا يهاجموا بعض في الهواء وهم طايرين. ريم قدر على انه يمسك الروح عن طريق خدعه وبيستخدم الحبل السحري ويربطها في المبنى. ريم بيقول للروح انه محتاجه يسامح اللي عملوا فيه كده، ومنهم واحد اسمه دونج عشان يقدر يرجع له حياته من جديد، والا هيتدمر ويموت للابد. لكن الكلام قلب معاه عكسي وفكروا بطريقة موته وخيانة أقرب صاحب ليه. الإحساس ده خلاه غضبان جدا وعمل موجة غضب جامدة يقدر يفك بيها نفسه. في الناحية التانية دونج خرج من الحفلة وسكران تينا طلبت معاه بالإحساس بالذنب وقرر إنه يعرف أم سو مكان جثة ابنها عشان مش قادر يستحمل الذنب أكتر من كده، واداها رسمة. فتحت أم سو الرسمة عشان تعرف مكان ابنها. في نفس الوقت الروح الانتقامية لسو واقفة ورا أمها وشاف كل حاجة. بعدها راح لريم وقال له إنه قرر يسامح دونج بعد ما شاف ان دونج حس بالذنب وعرف الام بمكان جثه الابن. طلب سو من ريم انه يكون وسيط عشان يعرف يتكلم مع صاحبه دونج للمره الاخيره، ووعده انه بعد كده هيكون معاه في اي حاجه هو عايزها. يتكلم سو عن طريق الروح يقول لصاحبه دونج انه سامحه وخلاص ما تنزلش دموعك تاني على حاجه من اللي فاتت لاني سامحتك. وفي نفس الوقت وصل هونج لجحيم العنف وشاف حفره كبيره وانه لازم ينط من فوقها عشان يوصل للمحاكمات. وفجأة وقع هونج من الفتحة الكبيرة واتخبط في صخرة كبيرة، بس ماك قدر انه يمسك فريقه وينزل عشان ينقذ هونج. ولسوء الحظ وقع هونج ناحيتهم وده كان السبب في انهم يقعوا كلهم تاني في الفتحة الكبيرة. يجري ماك بسرعة ناحيتهم بس هونج كان قادر على انقاذ شون زي ما كان بيعمل وهو عايش، مساعدة الناس. بس المفاجأة ان سقوطهم وقف بسرعة في اخر لحظة بعد ما كانوا على وشك انهم يتفرتكوا على الارض. بدأت محاكمة العنف واتهموا هونج انه ضرب اخوه في المدرسة الثانوية، وده كان عمل فظيع خصوصا ان اخوه وقتها كان عنده سوء تغذيه بسبب انه مش بياكل كويس لانهم من اسره فقيره جدا في الوقت ده. سو ما كانش قادر يسامح اخوه بعد الضرب اللي حصل منه، وهونج صعبت عليه نفسه وقرر انه هيسيب البيت تاني يوم. قرر وقتها الحاكم ان هونج مذنب بارتكاب اعمال عنف ضد اسرته، وبيخطط انه يبعته الحفره بيتعاقب فيها الناس بالضرب بالحجاره. وبسرعه قبل ما الحاكم يحكم على هونج طلبت شون من الحاكم انه ياجل الحكم في المحكمه النهائيه لانهم مرتبطين ببعض، وطبعا بالكلام ده هي بتتخلى عن صلاحياتها في الحياه الاخرى لو فعلا طلع هونج غلطان في المحاكمه النهائيه. ولسوء الحظ يعرف الوصيين حقيقه اللي حصل في اليوم ده. صحي سو بعد ما شاف اخوه قاعد قدام امه وكان عايز يعرف اخوه بيعمل ايه، بس بسرعه عرف سو ان اخوه هونج كان بيحاول يموت امه عن طريق المخده وحاول سن يمنعه. وهنا هونج رمى المخده من ايده وهو متضايق ونزل على اخوه ضرب. هونج كان هيعمل كده لانه في الوقت ده يأس من حياته لانه اسرته كانت فقيره وامه كانت مريضه جدا. الطفل فكر ان الطريقة الوحيدة اللي يقدر يخلصها من معاناتها هي الموت، وده كان السبب باحساسه بالذنب، وبعدها هرب من البيت ومرجعش تاني لاسرته. بعد ما عرفوا الوصيين اللي حصل
بقوا عارفين ان خلاص مفيش امل انهم ينجحوا يعدوا من المحاكمات اللي جايه، وخاصه ان محاكمه الجحيم الاخيره عن معصيه الابناء. وفي نفس الوقت بيحاول ريم انه يخلي سو يلاقي جسمه عشان تتمكن الروح اخيرا انها تبدا الرحله للتناسخ. ولما وصل سو للمعسكر اتفاجئ بوجود امه هناك ماسكه ورقه وبتتحايل على الجنود انهم يجيبوا لها جثه ابنها. شافها قائد الوحده وجري عليها وضربها وقطع الورقه اللي في ايديها ورمى مسوع على الارض وخلاها يغمى عليها بسبب تعبها والمها. شاف سو القائد بيهاجم امه وبيضربها، بدا يغضب جدا من اللي شايفه وما قدرش يمسك نفسه، وفجاه بدا يتحول للروح الانتقاميه اللي كان عليها قبل كده، وقدر يفك نفسه من القيود اللي كان عاملها في ريم، ومسك ريم جامد ورماه بعيد بكل قوته، وكان غضبان جدا وعمل موجه غضب شديده. اتسببت غضبه في عمل اعصار شديد جدا لدرجه انه بلع كل الجنود اللي في المكان، وفتح بوابه ناحيه الحياه الاخرى، والروح الانتقاميه دمرت كل شيء وعملت خراب كبير في المكان. بس ريم بيحاول بكل جهده انه ينقذ الناس من الموت، والحسن الحظ هنا ان ماك قدر يدخل من بوابه الاموات للعالم الحي، وهجم على سو وقدر يضربه ضربه جامده، واستغل ريم الفرصه وقدر يمسك سو بالحبل السحري ويحط حد لحاله الجنون اللي عملها سو. في الناحيه الثانيه وفي نفس الوقت بدات محاكمه هونج من ملك الجحيم بنفسه واسمه يمرا، واتهموه بمحاوله قتل امه وضرب اخوه، والحاكم بيقول له ان امه كانت عارفه ان ابنها حاول يقتلها وسكتت وخبت الحزن ده كله جواها، وبسبب ده هيزيد عقابه. الحاكم بيقول ان هونج هيتعاقب في الجحيم للابد عشان عمل ابشع جريمه في الوجود، وهي محاوله قتل الشخص اللي منحه الحياه وهي الام. لكن فجاه بدا العالم يهتز لما في صوت بدا يتكلم مع ام هونج، واتضح ان ريم استخدم قوته عشان يسمح لسو بالتحدث مع والدته في المنام. سو هنا بيعتذر عن اخوه وبيقول لهم ان هونج بعد ما سابنا اشتغل 15 سنه شقه وتعب عشان يدعمهم من ساعه الليله اللي حصل فيها كده ومشي، لانه شعر بالذنب الشديد على اللي عمله. هنا الام بتقول انها سامحت ابنها هونج من وقت طويل جدا، وبتتاسف انها ما قدرتش تخلي بالها من اطفالها. سمع هونج الكلام وقعد يعيط، والملك نفسه اتاثر بالمشهد. الملك بيقول انه ما يقدرش يعاقب هونج على جريمته لان الضحيه سامحته من فتره طويله، وده سمح لهونج بالتجسد مره ثانيه. هونج بيسمع كده وبيشكر شونو الوصيين على مساعدته خلال مراحل المحاكمه قبل ما يختفي في الضوء الجامد ده. بالعوده لعالم البشر قرر ريم انه يحضر سو باعتباره التناسخ ال 49 والاخير ليهم، وبكده يكون تم صفقته مع ملك الجحيم عشان يقدر يتناسخ ويتولد من جديد. بيوصلوا للجحيم وقدامهم كميه كبيره جدا من الشياطين، وبيبداوا يهاجموا الشياطين عشان يفتحوا طريق لملك الجحيم نفسه. اشوفكم مع فيلم جديد.